فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور عامر أحمد باسل، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور عامر. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، منور منكم إن شاء الله. وأيضا معنا ومعكم الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام، نحن نقرأ الأسئلة الواردة على الصفحة مع الدكتور عامر ليجيب عنها بإذن الله تعالى. السلام عليكم. يقول أنا شاب، السلام ورحمة الله، كان يفعل والعياذ بالله العادة السرية، وكان يتوضأ ولا يغتسل ويصلي، فهل الصلاة باطلة؟ وهل يعيد الصلوات وإن لم يعد يعلم عددها؟ أرجو الإجابة لأنه لم يسمع الإجابة من قبل، لعله أرسل من قبل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتحية طيبة مني ومن أسرة القناة للمشاهدين الكرام ولمن معنا من المؤدين المخرجين، نسأل الله أن يبارك في هذه الليلة الطيبة في هذا المجلس المبارك. أما عن هذا السؤال الذي يعني يكثر ترداده كثيرا، المعلوم أن شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا الذي يفعل هذه العادة السيئة ثم يصلي دون أن يغتسل فصلاته باطلة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وبناء على ذلك كل الصلوات التي صلاها على هذا النحو على هذا المعنى لا يقبلها الله عز وجل، ولا تصح ولا يرفع عنه أداؤها، وعليه أن يعيد هذه الصلوات إن كان يعلم عددها ويعلم أمورها، وإلا فعليه أن يقضي هذه السنين التي كان لا يغتسل فيها من هذه العادة السيئة، ويصلي بالوضوء على ما يغلب على ظنه أنه إن شاء الله قد قضاها، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. جزاك. أخت تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ الجمهور على أن اللمس والقراءة بالنسبة للمرأة الحائض لا يصحان منها إلا ما استثني من الأوراد التي ترتبط بها كأذكار الصباح وأذكار المساء. إن كان هناك رأي يجيز للمرأة الحائض أن تقرأ ولا تلمس، أو أن تلمسها إذا استدعت الضرورة ذلك بحائل كثيف فيما بينها وبين المصحف، والله أعلم. يعني لا تقرأ بملابسة المصحف بيدها، لا تلمس المصحف بيدها، ولكن مباشرا عن طريق حائل أو ما شابه ذلك، لأن الجمهور على قوله لا يمسوا المطهرون صادقة في القرآن، وإن كان البعض الآخر يراها أنها إنما هي اللوح المحفوظ كما رأى الأحناف. بارك الله فيكم يا دكتور عامر. تقبل الله. يقول أنا شاب مغربي أشتغل أو أعمل في مؤسسة عمومية، أحصل على راتبي الشهري، وتقوم الإدارة بعد ذلك بتوزيع استمارة وهي عبارة عن تعويضات عن التنقل، مع العلم أننا لا نتنقل إلى أي مكان. أنا الآن تخيلت عليها، يقول إنه في يعني يرى أنه نوع من التحايل، فهل هذا صحيح؟ يعني أنا الآن تخليت عن هذه الاستمارة. مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يشترك الإنسان فيها، ولا يجوز له أن يأخذ مالا إلا في مقابل عمل، وينبغي أن يكون العمل مقننا معروفا ومعلوما. فأكل المال بعيدا عن هذا الوجه المشروع أكل بالباطل، وقد نهانا ربنا عز وجل أن نأكل أموال الناس بالباطل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله أعلم. نعم.
أنا والدي طلع معاش وأخذ أموالا ووضعها في البنك ونعيش من الفوائد لأن المعاش لا يكفي، فهل هذا حلال أم حرام؟ يعني مثل هذه الحالات لا يجوز لمن يقدر على الكسب الحلال الطيب أن يعتمد على هذا الدخل الربوي، وإن كان ربما يرى بعض يعني يرى البعض الآخر أن الإنسان في حالة العجز يفعل ذلك على كر، لكن أنتم الآن شباب ووالدكم على هذا المعنى، فإما أن تعينوه على استثمار هذا المال ويكون الخراج منه خراجا حلالا والأرباح الذي تأتي منه أرباحا حلالا، وإما أن تعتزلوا مثل هذه النفقة وتعملوا وتجدوا وتتقوا الله في أبدانكم وأنفسكم وأهليكم وتعظون أباكم موعظة بليغة في نفسه لعله إن شاء الله ينتصح بها ويبلغ هذا النصح عنده مبلغا إلى أن يعتزل مثل هذه المعاملات البنكية ويأكل حلالا إذا ما وجد منكم عزوفا عن مثل هذا، والله أعلم. نعم، أمس كان فيه الأستاذ حسين المتصل أخي وأنا أعتذر له، أعتذر لك يا أستاذ حسين، اتصل ولضيق الوقت أنا ما أدركت أن أسأل فضيلة الشيخ شعبان درويش عن سؤاله، وأسأل الله أن يكون أستاذ حسين يرانا الآن. نعم. وكان يسأل عن حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي عن طريق الاستثمار أو حساب استثماري، يعني لم أتمكن من طرح السؤال لضيق الوقت. هو القضية في قضية بنك فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامي وبنك بركة وما إلى ذلك، يعني هي محاولة جادة للوصول إلى ما يمكن أن يسمى بالقرب من الإسلام، لكن لا نستطيع أن نقول أنها معاملة إسلامية خالصة، نظرا لأن هذه البنوك في قانونها العام مرتبطة بمعاملات البنك المركزي، والبنك المركزي لابد أنه يضبط حركتها المالية بفائدة معينة لا يجوز لها أن ترتفع عنها وغير ذلك من هذه الأمور، فكأنه نوع من من التحايل حول، يعني نقدر نقول تعبير زمان الدكتور جمال مراكبي قاله لي وأنا في إحدى القنوات الأخرى، قال أحسن الوحشين. هو شبه قائمة، لكن ممكن يتعامل من بعض الفوائد، التعامل المباشر يعني هربوا من الربا، لكن بقي الأصل موجودا، ونسأل الله أن يعافي الجميع في مثل هذه المعاملات. والأولى تركه يعني الإسلام فلسفته هي حركة المال، لا يجوز لمال أن يمكث أو أن يبقى أو أن يكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لذلك كانت فلسفة ضرب الزكاة في الإسلام إنما هي لإجبار صاحب المال أن يستثمره، وإلا أكلته الصدقة، وأن هذا قال اتجروا في مال اليتيم لا تأكلوا الصدقة، فحركة المال هي الأصل المقصود في الشريعة الإسلامية كمقصد عام، لأن الله جعل هذا المال قياما للأمة ليس الأفراد فقط، إنما جعله الله عز وجل قياما للأمة، فأنت وإن كنت تملك المال إلا أن هناك شراكة حقيقية في الانتفاع، قضية الانتفاع والأثر المترتب على استثمار المال لكافة الأمة، ولذلك الأحكام حينما يأتي بها الله عز وجل إنما هي لضبط حركة الدولة الإسلامية أو ضبط حركة التعامل الإسلامي داخل الدولة الإسلامية، فنحن نقول هاي محاولة. لعل سائل يسأل ويقول يا دكتور عامر يعني الآن ويقول يعني بس أنا ما بعرفش أتاجر، يعني دعوة فلوس أين أضع هذه الأموال؟ دعوا هذه المراصد أو هذه المناطق لأصحاب العجز. أما من يقدر على الكسب ويقدر على أن يعمل ويستثمر ماله فيعني أرجو ألا يكون هذا ديدن، إلا أن يكون مالا كثيرا ولا يستطيع أن يحفظه في بيته فلا مانع أن يضعه كحساب جاري معاملة الإسلامية. كحساب جاري تمام. هل التيمم يصلي به الإنسان جميع الصلوات غير أن ينتقد وضوءه، يعني يتيمم ويصلي سائر الصلوات الخمس؟ لا، يعني المشهور في عند جمهور أهل العلم خاطبة في رخصة التيمم أن التيمم ضعيف ليس كالوضوء، وبالتالي يصلي به فرضا واحدا بنوافله، فهو يتيمم لكل صلاة لأنه حالة من الرخصة، والرخصة ليست كالعزيمة، الماء عزيمة والتيمم رخصة، وبناء على ذلك ينبغي على المتيمم أن يتيمم لكل صلاة، ويصح له بعد ذلك أن يصلي الصلاة ونوافلها القبلية ونوافلها البعدية، وليس أن يصلي الصلاة الخمس إذا لم ينتقد وضوءه بتيمم نوع. الله أعلم. وإن كان هناك رأي يقول بذلك لكنه على خلاف الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
صلوا على اللي هيشفع فينا صلى الله عليه وسلم وادعوا لي بظهر الغيب. صلى الله يغفر لنا أضع طفلتي وادعو لطفلتي بالسلامة وتكون معافاة اللهم أمين يا رب العالمين. ثم أسأل حضرتك جاءني صوت في المنام هي تقول لك يقول لي بنتك رامج فهل اسمي هذا هل أسمي هذا الاسم مش عارف إيه رامج هي راء ميم ألف جيم رامج فهل أسمي هذا الاسم كما يقول لي إنه من عند الله أم ماذا علي أن أفعل يعني لعلها حامل يعني في أنثى ولا حاجة هذه أحاديث نفس والخواطر ليست دليلا على الأحكام الخواطر ليست دليلا على الأحكام لكن إن ارتبطت المسألة برؤية يبقى ينظر في هذا الاسم إن كان مما يسمي به أهل الإسلام فلا بأس فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الرجل وقد تسمى بأسماء الجاهلية فكان يغير اسمه كما غير اسم الحسن من حرب إلى الحسن وكثير من هذا النوع واقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الضابط إذن عندنا نحن أمة ليست تسير وراء الأوهام ولا تسير وراء الخواطر ولا تأخذ تشريعاتها من الرؤى المنامية ولا من الإلهامات والحدثات النفسية وإنما المسائل عندنا منضبطة فنضبط هذه المسألة ما معنى هذا رامج هذا لا نكاد نعرفه فإن كان هناك يعني شيء فلينبغي أن يعني حتى ولو كان كذلك ووجدنا أن في سنة النبي ما يكفي لهذا فهو أولى لكن لو أن هذا الخاطر اتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية أو ما إلى ذلك فلا بأس بذلك من الأخذ أو لو أتى الخاطر بناء على ذلك لكن أن نأتي بأسماء لا معنى لا إيه رامج هذا ما معنى رامج هذا كلام لا يستقيم يعني وربما غلبها الشيطان على 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 خاطرها فأتى لا بشيء ربما هذه في بعض اللغات يعني كان أحد إخواننا منذ فترة من الزمن كان من أحد المتصوفة ولكن كان يعني عنده نوع من التعصب التصوف كان يذكر يقول لي أنا بذكر بالسريانية طب يا ابني ليه ما تذكر بالسريانية ما تذكر بالعربية التي ذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم بحثنا منذ فترة صغيرة كان من 15 سنة عن الاسم اللي بذكر به يعني كان معناه مضحك يعني ما جبنا بقى أصول السريانية وسألنا أخواننا أصحاب اللغة ما هذا المعنى قال معناها يعني افعل أو لا تفعل واحد يقعد يقول افعل أو لا تفعل افعل أو لا تفعل بالله. الأخت نهلة السلام عليكم نسأل الله العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا تفضل نعم أهلا وسلم بي لو تكرمت ممكن أسأل الشيخ سؤالين تفضلي الشيخ يسمعك السؤال الأول هي المواضع اللي بترفع فيها اليد في الصلاة يعني مواضع رفع اليد في الصلاة في الصلاة حاضر السؤال الثاني في رواية رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله أنا مش عارفة صح ولا لا ممكن شيخ حضرتك يقول لنا كان صحيحة ولا لا ممكن أقولها تفضلي نعم يعني حد قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان رايح غزوة وجد طفلة صغيرة بنت صغيرة فقال لها راح فين قالت أنا راح الغزوة فقال لها اركبي خلفي فركبت خلفه وبعد الغنائم وزع عليها قلادة وأمر وبعد كده أوصت أن القلادة دي تتحط في قبرها عشان تبقى شفيعة ليها هل هذه الرواية صحيحة ولا لا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاضر بداية السؤال الأول للأخت نهلة يعني المواطن التي ترفع فيها اليدين في الصلاة أولا بداية ما ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة رواية البخاري صلى الله عليه وغيره والصحيح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام الله أكبر وعند النزول للركوع الله أكبر وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هذه المواطن التي يكبر فيها الإنسان كتكبيرة الإحرام ويرفع يديه فيها والله أعلم أما الحديث الذي ذكرتيه فأنا لا أعلمه ولم يمر علي من قبل والله أعلم ولعلنا نسأل أهل التخريج في هذه المسألة نرجع إليهم
لعله يكون موجودا. أنا لم أشعر في هذه الرواية رائحة. لا، الحديث لا يقال فيها كذا. لا يعني لأن احنا لسنا أهل صنعاء. لا طبعا. يعني وهذا إنما يقول رجل كالزهري كان يقول إني أشم رائحة النبوة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما وصلناش المقام ده عشان نتكلم فيه. يا رب. لكن نرجع إلى أهل التخصص وأهل الفن في هذه المسألة ونسألهم، ربما يرد ولم نعرفه. نعم. الله أعلم. نعتذر للأخت الكريمة الفضل. من معنا يا أستاذ أيمن؟ أم رندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ليا كان بنتي تعبت شويه، قلت لها زي اي ام، انا عندي قبل كده بنات كتير، ثلاث بنات، فهي كانت عندها 17 سنه. ارفعي الصوت شويه يا اختي. يا اختنا. فتعبت اكتر، فوديتها للدكتور، قال لي الدواء كويس والدواء مش هيخفف يوم وليله، ثاني يوم على طول، ثالث يوم وديتها للدكتور تاني، الحاله تدهورت اكتر، وديتها المستشفى، وبعد كده وديتها من مستشفى حكومي ومستشفى خاص، تعبت اكتر واكتر. فانا انت وفاها الله بعد اسبوع، فانا حاسه ان انا الدواء اللي انا اديته لها بالرغم ان هو دواء عادي للسخونه ومضاد حيوي زي اي ما اديه لها عادي، ان انا حاسه ان انا سبب مش عارفه. الله يديك. انا 15 ما بشوفهاش من اناني خالص ومتضايقه، مش عارفه. كل الدكاتره اقول لهم قالوا لي مش من الدواء، كل الدكاتره قالوا انا اديت دواء كده، قولي لا الحاله اللي يعني انت ام رندا ربنا يرحمها، انت حاسه بالذنب يعني، بتقولي ان انت حاسه ان انت اديتيها دواء غلط يعني؟ لا هو دواء عادي، اللي هو الدواء السخونه ودواء مضاد حيوي زي اي دواء بديه لها للزورها، للزور وللسخونه. طب عمرها عمرها احنا عملنا تحاليل اكتر من 10,000 جنيه، يقول لك لا. يا رب يرحمها، ربنا يرحمها. لغايه دلوقتي ما بشوفهاش خالص في منادي ومتضايقه قوي. هعمل لها عمره ان شاء الله، ربنا يتقبلها مني باذن الله. ربنا يصبرك. مش عارف حتى بتأنيب ضمير، مش عارف برغم ان هو بقى. ربنا يصبرك ويجعلك من الصابرات. حاضر يا مرند. نسأل الله عز وجل الرحمه لجميع موتى المسلمين ويلحقنا بهم على خير، اللهم امين يا رب العالمين. طب ماذا تقول لأختنا الفاضلة أم رندا؟ بالنسبه للأخت الفاضلة، عقدة الإحساس بالذنب هذه عقدة طبيعية جدا. يعني المسألة أنت أديت ما عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، فما جعل خلق الله من داء إلا جعل له دواء، وأنت أديت ما عليك. ويعني قضية أن يأتي الأجل، الأجل هذا لا يبعده دواء ولا يقربه خطأ ولا حذر، وكما قالوا لا يغني حذر من قدر. فالمسألة لا ينبغي أن تموتي تحت هذا الحذر من قد يقع منك خطأ أو تقصير. ما دمت قد ذهبت بها إلى الطبيب وأديت ما عليك نحو الدواء فليس عليك شيء، ولكن أطمئنك البلاء في مثل هذه الحالات قبل الموت يرفع الدرجات ويكفر السيئات. فقد قال أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد تكون له درجة في الجنة ما وليس له من العمل ما يبلغها به، فيبتليه الله حتى يبلغها بالبلاء. فلعل ابنتك لها مقام عند الله عز وجل وليس لها من الأعمال ما يبلغ هذا المقام، فأراد أن يبتليها هذا البلاء فتبلغ هذه الدرجات العليا، وما عند الله خير وأبقى. الله قال للنبي هكذا يعني نحن يعني نحزن حزنا يائسا لأن الإنسان يقبل على الله عز وجل، ولأن يقبل العبد على الله ببلاء فهو أرحم الراحمين، خير من أن يقبل عليه بذنب وخطيئة، كما قال أبو الدرداء لشاب فيعني يمشي يتبختر فقال يا غلام أما صدعت قط؟ قال لا. قال أما اشتكيت قط؟ قال لا. قال ويحك تموت بخطيئتك. فنحن ربما أنت فهمت الأمور على غير مواضعها، فاسترجعي واستغفري وخير لك أن تصبري، فالصبر في هذه المقامات لا ثواب له إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ومن صبر عند الصدمة الأولى لا جزاء له إلا الجنة. فأحسن المثوبة وأحسن العزاء، ونسأل الله أن يبلغ ابنتك من الدرجات العليا ما تقر بها عينك إن شاء الله. دعيلها شيخي الكريم ربنا يرحمها دكتور عامر أن يرحم ابنتها وأن يرزقها الصبر، ربنا يرحمها رحمة واسعة ويرزقها الصبر والسلوان من بعدها إن شاء الله، وأن يعقبها فيها خير إن شاء الله. طب مسألة عدم رؤيتها في المنام حتى الآن، هل في طبيعة يعني إنما يتعلق كثير من المسلمين بمثل هذه الأمور، هذه منح تأتي أو لا تأتي، وليست علاقة على القرب ولا على البعد ولا على الحب ولا على الكر. يعني لا ينبغي أن تنبني عليها علاقة فيما بينها وبين ابنتها أنها لم ترها، إذن هناك
حزن فيما بينها وبين ابنتها أو أن ابنتها غير راضية عنها، هذا كلام غير صحيح. عالم الغيب غير عالم الشهادة، هي الآن في عالم الغيب ولا تملك من الأمر شيئا، وأنت في عالم الشهادة وتملكين بعض الشيء ولكن في هناك أشياء لا تملكيها. فالله سبحانه وتعالى إذا من عليك برؤيا أو لم يمن، هذه مسائل لا علاقة لها في العلاقة إطلاقا، وإنما ينبغي عليك أن تصبري وتحتسبي وليس أكثر من ذلك، وانتظار الرؤى ليس هذا من طريقة. تمام. العمرة هل هذا يعني هي تنتوي أن تعمل لابنتها رحمة الله عليها عمرة، فهل هذا شيء طيب؟ لا، يعني حديث شبرمة في هذه المسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالجواز إذا اعتمرت عن نفسها، لو أنها خرجت عن نفسها مرة واعتمرت عن نفسها جاز لها أن تعتمر عن ابنتها وعن أبيها وعن أخيها. وفي ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يقال له شبرمة يحج عن قريب له، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن قريبك هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إقامة جماعتين في المسجد الواحد إذا وجدنا الإمام قد صلى بالناس وجزاكم الله خيرا؟ ولكن قبل الجواب معنا الحاجة نادية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا. نعم تفضلي. أيوة حضرتك. إزاي حضرتك يا أستاذ؟ الحمد لله رب العالمين. ليه سؤال مع عند حضرتك لو سمحت. نعم تفضلي. جزاك الله عنا خير. وإياك اللهم اغفر لنا ولك. أقول مسؤول حضرتك؟ نعم تفضلي يا أختنا. معايا أخ اللي هو قتل بنك. سمعليش الصوت بس ارفعيه شوية بعد إذنك. وبعدين أنا الحمد لله رب العالمين سمت بربنا الحمد لله يا أخي. طيب فبصوم الاثنين والخميس وكده، فجيت في يوم كنت صايمة وسألت من الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يصبرني، يعني إن أنا أشوف رؤية كده تطمني عليه، يعني إن هو في حال كويس. يعني اللي هو أخوكي أنت كنت قلت تقريبا امبارح إنه الله يرحمه مات قتيلا تقريبا. حضرتك أنا دايما بسأل مع حضرتك. نعم. فحضرتك أنا وأنا صايمة طبعا صليت وكده وبتنفل وبقوم الليل وكده، بقول له يا رب عشان أقدر أصبر عليه لأن أنا ما معيش أولاد، يعني هو يعتبر ابني يعني. بتقول يا رب ايه؟ انا الصوت ضعيف معايا قوي. بتقول يا رب ايه؟ نعم. طلبت من الله سبحانه وتعالى ان هو يطمني عليه، اشوف له رؤيه طيبه يعني. تمام. على اساس ان انا ما معيش اولاد وهو اعتبر ابني يعني، انا ما بنجيبش حضرتك يعني. يا رب يحفظك. فحضرتك نعم. لقيت له رؤيه كويسه جدا، بس لقيته قاعد الكرفصاء وقدامه واحده جميله جدا ومبتدي قمار وفرحان جدا بيها ومبسوط قوي، وهي حلوة قوي 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 ولبسة خمار لون السنة، وأنا بقول له الحمد لله اللهم صل على النبي، أنت طول عمرك كنت عايز إنسانة مطيعة يعني. فأنا قمت من الرؤية دي يعني مطمنة شوية، أو حسيت أن ربنا يعني إيه بيطمني على مكانته، فهل هذا يعني لله الحمد حاجة تطمني يعني عليه كده؟ وأرجوك قول لفضيلة الشيخ يدعي له بالرحمة الله يبارك. ربنا يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. حاضر يا حاجة نادي. ربنا يرحمه. طب شيخنا نجاوب السؤال وبعدين نجاوب سؤال الأختنا نادية إن شاء الله، لو يعني إقامة جماعتين في مسجد واحد بعدما انتهى الإمام من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا جماعتين في مسجد واحد. نعم. هذا أمر مقرر، والجماعة الثانية باطلة بإجماع. الجماعة الثانية باطلة إلا أن تختلف النيات بين جماعة نافلة وجماعة فريضة. أحيانا بتبقى التراويح وناس بتصلي العشاء في رمضان مثلا. جماعة النافلة وجماعة فريضة لا بأس، لكن الأولى ألا تكون هناك إلا جماعة واحدة، هذا هو المصير. لكن جماعتان في فريضة واحدة في مكان واحد هذه باطلة، لأن هذا يؤدي إلى الطعن في الإمام والتفرق والتمزق والتشرذم، وهذا مما لا يصح في مساجد المسلمين على الإطلاق. هذا هو البعد العام للنهي عن جماعتين. ما سؤال الأخت الفاضلة بالنسبة للرؤية التي رأيتها، هذا بقية من المبشرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، أما وقد مات فإنه لا يرى لنفسه، فبقي أن يرى الناس له خير. وهذا في ثابت في تراجم كثير من الصالحين، عندما نفتح تراجم الإمام الذهبي لكثير من الصالحين والسلف الأول يقال وقد رؤيت له رؤى صالحة. فهذا من مبشرات الخير لمثل هذا، واطمئن عليه ونسأل الله أن يتغمده في سابغ رحمته إن شاء الله، وأن يوسع له في قبره وأن يلهمه سؤله إن شاء الله،
وأن ينزله منازل الصالحين، والله على ما على ذلك قدير. نعم، يعني دي مبشرة طيبة. نعم مبشرة، هذه الرؤية مبشرات، وربنا يتقبل. الله أسأل أن يجعله من الشهداء. آمين. وأن يغفر له وأن يرحمه. آمين. وأن يلحقنا بهم على خير. أخت تتكرر أو يتكرر معها السؤال كثيرا، ولكن بإلحاح شيخ الكريم تقريبا ترسله كل يوم، ومن فترة كنا قد أجبناه، لكن اسمح لي أن أقرأ هذا السؤال. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم التوضيح فيما يتعلق بالرهن. هي من المغرب، وهي معاملة كالتالي. بالإيه؟ بالرهن. بالرهن، الرهن. يدفعون 100,000 جنيه درهم، آسف، 100,000 درهم لصاحب المسكن، مقابل أن يأجرهم هذا المسكن بإيجار يقرب من 300 درهم. بعد نهاية مدة العقد يرد لي 100,000 درهم للإشارة، هي تقول للعلم يعني، فثمن الإيجار الحقيقي للمسكن 1,200 درهم شهريا. فما حكم هذه المعاملة؟ نرجو منكم التوضيح، لأن ثمن الإيجار الحقيقي غالي، والقروض الربوية هي المتوفرة عندهم في المغرب، وجزاكم الله خيرا. يعني هذه يعني مما فهمناه من سؤال الأخت المغربية، أن هذه 100,000 هل هي على واقع التأمين، بحيث أنه لو قصر يأخذ من هذه عنده أم لا؟ فإن كانت بمعنى الضمان أو بمعنى التأمين الذي نتعامل به في مصر، على أنها بعد نهاية المدة المقررة فيما بينهما في التعاقد تعود هذه المبالغ إلى صاحبها مرة ثانية، فهذا لا شيء فيه على الإطلاق، سوى أنه لا يجوز لصاحب السكن أن يستعمل هذه الأموال في خاصة نفسه، لأنها بمثابة التأمين، بحيث أنه لو قصر في شهر أو شهرين أو لم يدفع الكهرباء أو الماء أو التليفون، تكون هذه 100,000 بمثابة ضمانة لصاحب السكن إذا مضى هذا أن يسدد منها ما تبقى من المتأخرات. لكن إن كانت معنى آخر، ربما عندهم معنى لا أعرفه، فتعاودنا مرة ثانية بالاتصال وتوضح أكثر حول هذه المعاملة، لكن هذا ما نعرفه عندنا في مصر، وما يتم لو تم بهذه الصورة فالصورة جائزة ولا بأس بها إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور عامر. أستأذن فضيلتك في فاصل. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل قصير وسنعود إليكم بإذن الله تعالى بعد قليل. يعني كاتب صيغة السؤال على الصفحة، ولكن كأنه يكتب رسالة مش سؤال. يقول: هي بنت عرفتها من النت، تحفظ القرآن وعلى خلق وأثق بها وبدينها، أريد الارتباط بها، ما الضرر في ذلك؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بداية لإخواننا وأخواتنا، يعني تقوى الله أولى لكم. قضية التعارف عن طريق النت هذه نوع من الخلوة، وهم لا يجوز شرعا، لا ينبغي أن تدخل البيوت هكذا، وإنما هذه سرقة، سرقة وخيانة لهذه البيوت. تدخل البنت مع ولد ويتحدثان، وتقول له إني واظب على القرآن، من أين يعرف هذا؟ هذه مسائل فيها خلط وليست من أخلاق ديننا، إنما البيوت لها أبواب ينبغي أن تؤتى من قبلها، ولا ينبغي الإنسان أن يتسلق الأسوار أو أن يفعل هذه الألوان من المحرمات عن طريق اللقاء النت، فتريه وجهها ويريها وجهها ويتكلمان طبعا بلا وازع ولا حرمة. نعم، كل هذا شيء محرم. نعم، لكن هذا الشاب يقول أريد الارتباط، خلاص عليه أن يذهب للبيت. تمام، يعني إذا كانت المقدمات بلا شك خاطئة، ولكن لعل النتائج تكون طيبة، وكويس أنه هو عنده ضمير وعايز. لابد أن ننصح إخواننا جميعا بهذه النصيحة. كفى هذه المهزلة، مهزلة النت والتعارف. مش كل حد يا دكتور عامر هينتهي به الامر كالاخ الفاضل ده، انه عايز يتزوج. احنا بننصح نصح عام. لكن انا لا اقول بعد كده ده اب بشريه، نسال الله العافيه. لا اتكلم في هذه الحاله، ولكن هذه ولغيرها. نعم، فشباب كثير يغرقون في مثل هذا، بل يحترقون فيها. نسال الله ان يعافي الامه من امثال هؤلاء. امين. لكن نصيحتي للاخ الفاضل صاحب السؤال ولكل شبابنا، ألا يكون هذا وديدا ويترخص ويصل في النهاية إلى عشق الصور
الذي حذر منه ابن القيم رحمة الله عليه، فربما بعد ذلك لا ينتهي عن المعصية في مثل هذا، ربما يتطور الأمر إلى المعاصي الكبرى. نسأل الله أن يعافي بناتنا وأن يعافي أولادنا من مثل ذلك. أم محمد من المنوفية، السلام عليكم يا أم محمد. لا يا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي. الأستاذ أحمد. نعم. لو سمحت عايزة أكلم الشيخ. الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا. طيب لو سمحت، إحنا ثلاث صبيان واثنين بنات، وكان الأب سايب بيت كبير وفي حياته، يعني خلاه يبنى في مكان البنات. إيه؟ ومرات الأخ مش في حياته. عمل إيه يا أم محمد؟ معلش أنا آسف. نعم؟ في حياته عمل إيه الوالد؟ في حياته كان أخويا الكبير عايز يبني بره البيت. يعني البيت هو فلاحي بس كبير. فالأب قال أنا ما بحبش أقعد في شقق، بعد مماتي اللي عايز يعمل حاجة يعملها. المهم الأخ الأكبر قال أنا عايز أبني، لأن أنا متضرر من المكان اللي أنا قاعد فيه، وكان قاعد مع والدي في البيت بس في مكان فوق زي ما قاعد كده. المهم هد جوه الوالد في حياته، بس قال الحتة اللي جوه دي للبنات والحتة اللي بره للصبيان، ورمى أساس على أساس يشجع اللي عايز يبني. فأخويا الكبير بنى، وبصراحة في نيتنا إن هو لو دخل معانا، لأن هو دخل في مش في مكانه، هيدفع الأرضية للتلات بنات. المدام بتاعته مش مريحة، كل يوم والتاني بتعمل مشكلة معانا. المهم أنا من ضمن الورثة اللي هتدخل جوه البيت، حضرتك سامعني؟ نعم. أنا من ضمن الورثة، البنات هيبنوا جوه والصبيان هيبنوا بره. تمام. واخوك عايز يبني معاك وانتوا مش مرتاحين لزوجته، معاملتها مش قد كده، والولد بنى في الدور الارضي. تمام. وانا المفروض ابني الرابع. كويس. فانا ممنوع اطلع سلم، الدكتور محذرني من طلوع السلم لظروف مرضيه. سلام يعني شفاك الله عافاكي. انا مش هقدر اطلع فوق، فاديني الشقه اللي تحت. قال ديت انا كنت بنيها في حياه ابوكوا، وابوكوا شاركوا وقال لكم ايه رايك اخوك يبني معاكوا، قلنا له ماشي. كويس. ماشي لظروفه، ما كناش نعرف ان المدام هتعمل معانا مشاكل كده. تمام. المهم مش عايز يطلع من الشقه، اولا ما فيش فيها ورق مكتوب. طب خليك انت مكاني وانا ابني شقه ليا، مش انا ليا شقه وانت اتنين، اطلع بره وابني. رافض، فمش عارفين بصراحه نوصل لحل المشكله دي. طيب فيا ريت الشيخ يفيدني لو سمحت. حاضر يا محمد. هل لو احنا طلعناه، يعني شفنا حد وطلعناه ويبني في ملكه اللي هو بره، يبقى احنا كده ظلمناه؟ تمام. انتوا بناء على ايه كان جوه وبره دي؟ علشان الكلمه بتاعت الوالد الله يرحمه. تمام حاضر. وطبعا بعد ما ورثونا برضو في الارض، الارض ما كانتش على بعضها فاكتر من مكان، وبعد ما ادونا الارض بقالنا سنتين ثلاثه بنخدم فيها، قالوا الارض دي احتمال تطلع مباني. واحنا اتظلمنا وبرضه ما انكتبش بيها ورق للاسف، بقالنا ثلاث سنين ولا اربعه فيها ومفيش لا ورق بالبيت ولا ورق بالارض. تمام. فبعد ما خدمناها بيقول لك لا احنا كده، انتوا كده ظلمتونا. طيب الشيخ هيجاوب الحاجه، عايزين يسيبوها لنا تاني من جديد. حاضر. فانا بس عايز اسال الشيخ لو سمحت. حاضر يا محمد. شكرًا جدا. شكرا. وياك. طبعا حضرتك يعني تعلم جيدا مسألة بقى البيوت والقرى والدوار والحاجات دي، فالطبيعة اللي حكيتها أم محمد، هل في ظلم وقع عليها أو على أحد إخوانها أو أخواتها من الشباب؟ أستاذ أحمد، كما علمنا مشايخنا التنازع لازم مجال الفتوى، هذه قضية تنازع. تنازع لابد أن تجلس الخصوم كلها على مائدة واحدة، اللي هو وأن يتكلم الجميع، أننا لا ندري أين يخرج الحق. يعني هذا البرنامج معدل الفتاوى في الأمور الشرعية، ليس في التنازع. تنازع مجاله التقاضي، أو أن تجلس الأخت الكريمة المجالس الودية، أن تجلس الأخت الودية كبار العائلات ويقعدوا مجلس عرفي يحلوا المشكلة. طب أنت كده برضو يعني أجبتها الوضع العام، الوضع العام الوضع العام في مثل هذه الأمور ما بيتحلش بفتوى، بتحل بنوع من التفاوض. فتيجي هي وأخواتها ويقعدوا ويعيد التوارث من جديد، لان التوارث بلا ورق هذا الكلام نوع من يعني نوع من المثاليه اللي مش اللي تؤدي الى ضرر. ينبغي ان انتم تعيدوا تقنين الحياه بينكم مره ثانيه. المفروض مجرد ان حصل نوع من التوارث كل واحد عرف حقه، يطالب بقى بقيمه مقسم
قيمة المقسم دي بيعملها واحد محامي ويفرز الحقوق. هذا له 2 متر من هنا، لو نص إيراد هنا، لو 5 إيراد هنا، ويسجل في الجمعية الزراعية، والبيت يسجل في الشارع العقاري، أو ربما الأرياف كلها ما بتسجلش البيوت، بيكتفوا فقط بالتحديد في قيمة المقسم. فالأخت الكريمة الفاضلة، هذا ليس مجال الفتوى، وإنما هو باب من أبواب التنازع. ينبغي عليك أن أنت تدعو أهل الحل والعقد في البلد، الناس أهل كبارات العيلة بقى، أهل الفضل، يقعدوا ويعيدوا مرة ثانية من أهل العلم في البلد تقسيم تركة الوالد مرة ثانية، واللي خد هنا أو بنى هنا بيحصل نوع من الإيه، من المحاصصة والمقاصبة، سيب لي دية، خد دية، لا خد دية، وصلة الرحم تتدخل برضو. أنبغي هم هناك العادات العرفية بتعمد إلى الحكيم. الحل الأول ده أخوكي وأنت أخته، فلازم مسألة تمشي كده. كلام مش في باب التنازع، خلاص لما وصلنا إلى باب التنازع الكلام ده بيأتي بعدين، لكن هو بناية المجالس العرفية عرفوها في التقاضي في التنازع وحل المشكلات هو التفاوض. بعد ما يحلوا المشكله بيبدا يقربوا بين وجهات النظر، ويقول لك طب الغداء عند فلان، طب العشاء عند فلان. طيب تتحل كده ان شاء الله. اللهم ونسال الله ان يقرب بينكم جميعا ان شاء الله، ويرفع المظلمه عن الجميع. امين. اخونا احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. الله يكرمك يا استاذ احمد. الله يرضى عنك، ربنا يرضى عنك يا حبيبي، تفضل. كنت عايز اسال الشيخ عن حاجه كده. نعم. انا من فتره كنت ملتزم أو في الصلاه ومتدين قوي يعني، فجالي في المنام يعني بامانه حد قال لي ان قبرك جنب قبر سيدنا جبريل. ايه ده؟ اول مره جالي، اول مره. احمد معلش، حاجه جات لك في المنام قالت لك قبرك جنب قبر مين يا احمد؟ جنب سيدنا جبريل عليه السلام. هو سيدنا جبريل ليه قبر؟ حد قال لي كده. ماشي. طيب تاني يوم سيدنا جبريل بس انا ما شفتوش، انا سمعت الصوت وانا نايم. سمعت الصوت وانا نايم، قال لي قبرك جنبي. تمام. بقول انت مين؟ اختفى وما سمعت الصوت وخلاص على كده. طب انت بتقول انا من فترة كنت ملتزما في الصلاة، حال الصلاة معاك ايه دلوقتي يا احمد؟ استاذ احمد وطي التلفزيون. ايوه. الصلاة عاملة معاك ايه دلوقتي؟ بتصلي وملتزم في الصلاة وفي اوقاتها كما انت، ولا ايه اللي حاصل؟ لا ما اكذبش عليك، يعني ممكن اصلي فرض وفرض ثاني يعني. هو ده السؤال بقى، انك انت كنت تصلي والان انت كنت ملتزم الاول يعني. التزام شديد جدا. صلاة وصوم وكل حاجة يعني. طيب فانت عارف وانت المنام اللي انت شفته ده من بعديه، انت المسألة معاك في النازل مش في الطالع، مش كده؟ في النازل. انا كان الناس بتحسدني، انت ربنا يكرمك وكل حاجة يعني. طيب فبعد كده لقيت نفسي وشي يعني اتمر، جسمي خاص، حاجات كتير جدا اتغيرت فيا بعد ما سبت الصلاة. طيب ربنا يعافينا. اقسم لك بالله. سامعك. ماشي. سامعك. ربنا يصلح لنا حالك. بتقسم بالله على ايه يا احمد؟ اقسم لك بالله ان انا كنت ملتزم بجد، وبعد كده لما صحاب السوق جاء يعني الحوا عليا الحاجات، انا ما كنتش راضي ان انا اعمل اي حاجه زي مثلا شرب السجاير اي حاجه، بس انا اقسم لك بالله ما كنتش اعمل اي حاجه من دي كلها خالص. الصحبه السيئه. حاضر يا حبيبي، اسمع كلام الشيخ ويا ريت تكون عندك همه عاليه اللي هيقولوا لك الدكتور عامر. يعني تكون عندك همه عاليه ان انت ترجع زي ما كنت يا احمد، يعني تسيبك من الوساوس دي. الاستاذه منى، السلام عليكم. حاضر يا حبيبي. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى. الو. ايوه يا استاذه منى، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. من فضلك انا كنت عايزه اعمل عمره، بس يعني اعمل عمره لنفسي وبعدين اعمل عمره لوالدتي، هل ممكن ده ولا اعمل عمره لوالدتي بس؟ في سفره واحده يا استاذه منى؟ نعم. في نفس السفريه؟ في نفس العمره، يعني اعمل عمره لنفسي وبعدين اعمل عمره لوالدتي، ولا اعمل انا اعتمرت كتير فما فيش مشاكل بالنسبه لي، هل اعمل العمره دي كلها لوالدتي ولا ممكن اعمل عمره لنفسي وعمره لوالدتي؟ خلاص واضح، وحضرتك اعتمرتي قبل كده كتير مش كده؟ ايوه. حاضر.
حاضر يا استاذة منى. الدكتور عامر هيجاوبك ان شاء الله تعالى. مشكلة احمد يعني الهرم كان لفوق وبعدين بعد المنام اللي هو شافه أبرج جنب قبر سيدنا جبريل وبعد كده ابتدى بقى الصحبة السيئة وشرب السجاير وابتدى يقعد في التقصير في الصلوات. فعايزين كلام لأحمد ولكل حد فينا لأني نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات حتى الممات. نعم شيخ. نقول للأخ الفاضل صاحب السؤال ولمن وراءه من الشباب الالتزام حال الحياة الدنيا دار ابتلاء. نعم. ليس معنى أنك في فترة من الفترات أنك وصلت إلى مرتبة معينة قد ترضى عنها في التعبد أن ذلك يؤدي بك إلى نوع من الاسترخاء. دائما إنسان الدنيا سجن المؤمن، لابد أن يكون معتمدا على تصحيح التكاليف. لازم حضرتك تتعبد وتجتهد وتسأل الله الثبات وتشكر الله على النعمة التي فيها. فكثير من الناس ربما يهمل مسألة أن يسأل الله الثبات أو يفرح بما عنده شيء من التعبد يفرح به فينسى مثل هذا. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنقول الأخ الكريم الأخ الفاضل لابد إذا وجدت نفسك في خير أن تلتزم به، عرفت فالزم، لابد أن تلتزم الطريق لكن لا تضيع نفسك. الله عز وجل يدعوك ويطيل لك حبل الرجاء فيما بينك وبينه علك تعود إليه. والإنسان تعتريه نكبات في الطريق، طريق الله عز وجل ليس طريقا واحدا، ليس هناك من عابد ولا صالح سلك إلى الله طريقا واحدا من أولها إلى آخرها. والطريق واحد بس هو الإنسان المتغير، لابد الإنسان بتحصل له نكبات وأحيانا كسل وغير ذلك وينشط ويكسل وينشط ويكسل. فهذه مسائل طبيعية في بني آدم، خاصة إذا كنا لم نكن نحن على مرتبة الصالحين أو على مرتبة المتعبدين. لو يعني قد يكون الأخ الفاضل يعني غاية ما كان فيه مثلا من التعبد زينا زي أي حد أنه يصلي الصلاة في المسجد أو يصلي الصلاة وحافظ على صلاة الخمسة أخلاقه فيها حسن، خطورة الصحبة السيئة، ثم بعد ذلك يبدأ يعني مستوى التعبد يخف عنه أحيانا، فربما يستجيب لداعي نفسي، لأن النفس دائما لا تألف التكاليف. فكلما أخذها الإنسان بالعزم استقامت له وعلى كر. يعني المسائل لأحد السلف يقول يعني عالجت نفسي في الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، يعني قاعد يعالج نفسه حتى يوطنها على الصلاة وحب الصلاة وإتقانها وخشوعها، ثم تلذذ بعد ذلك بعد أن استقامت له نفسه. فرحلة التعبد ورحلة التربية على التكاليف رحلة طويلة جدا، لكن لا تيأس أخي الكريم حتى وإن حدث لك ما حدث، لا مانع أن تعود، والعودة بسيطة جدا أنك تترك الصحبة السيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، وانظر صحبة تنتشلك مما أنت فيه، تعينك على طاعة الله عز وجل، تقربك من الله سبحانه وتعالى، تذكرك بالله عز وجل. لكن لا تستسلم للتيار، وهذا الذي أنت فيه وضع طبيعي جدا، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد. لله أفرح بتوبة عبد من أحدكم وجد ضلته، يعني عندما تعود إلى الله عز وجل الله يفرح بعودتك إليه. فيعني حقق فيما بينك وبين الله الأمل، والأمل لا ينقطع فيما بينك وبين الله. وفي حاجة كمان يا شيخنا، يمكن أحمد مش الأول، في ناس كتير عندما يبدأ طريقه في الالتزام يبدأ دفعة واحدة بقوة، فهذا أمثال هؤلاء يخشى عليهم الارتجاع السريع. إن دين الله متين فأوغل فيه برفق، يعني يحافظ على الصلاة الخمس، يعني يأخذ نفسه على الأذكار على ورد القرآن، يعني يأخذ نفسه حتى يدربها على الطاعة. أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. أخ أحمد، الأستاذة منى يعني عمرة لنفسها ثم عمرة لأمها في نفس السفرة أو السفرية، وهي اعتمرت لنفسها كثيرا، فهل تعتمر بنفس الطريقة التي سألت أم تعتمر في هذه العمرة؟ هو طبعا الأولى الذي عليه اتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك أن كل سفر لها عمرة، ما دامت هي قد اعتمرت عن نفسها فلا مانع أن تخصص سفرية كلها للاعتمار عن أمها، وبذلك يتحقق لها الأجر ولأمها الأجر إن شاء الله. لكن إن أرادت أن تصنع لنفسها فلا مانع من ذلك على الإطلاق، والرأي بذلك بالجواز، لأنها لم تصنع عمرتين في سفرة واحدة، وإنما عمرة عن نفسها وعمرة عن أمها، فبالتالي نقول لا مانع من ذلك على الإطلاق، وإن كان الأولى أن تكون السفرة كلها في عمرة أمها. كان معنا صلى الله المغفرة له، كان في العمرة كل يوم رجل طيب يخرج يعمل عمرة، يذهب إلى التنعيم
ويعني يرتدي ملابس الإحرام ثم يصنع عمرة يوميا لنفسه أو للغير؟ لنفسه هو لغيره وهكذا. هو للغير لا بأس، يبقى يعتبر أنه متنفل على الغير، لكن الإشكالية في أن يكرر هذا بس عن هو نفسه. هل هو اللي في مكة مقيم عشان يطلع على التنعيم؟ يعني هل هذا هو ميقات أهل مصر مثلا أو لا؟ هو إذا وجد في مكة فهذا النوع من الوجود يحتم عليه أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في عمرات ما بين الحل والحرام. هو الذي أتى من خارج الدولة من خارج المكة قد جمع في الحل ثم دخل في الحرام، هذا موجود في الحرام، فلا يجوز أن يأتي كل أعماله من الحرام، فبالتالي يخرج هو ومقيم مكة إلى الحل اللي هو أرض التنعيم حتى يجمع في الشعيرة ما بين الحل والحرام عشان ما نلخبطش الحجة منى. يجوز هذا وإن كان الأولى أن تفعل لأمها مرة أخرى. عظيم. في سائل يسأل ويقول الكثير من الناس يسألون عن الأبراج، برج كذا وبرج كذا وصفات برج كذا كذا، فالأبراج وما يقال عنها، ولكن بعد اتصال الأستاذة هدى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة هدى معانا؟ السلام عليكم. اتصل معانا أستاذ أيمن؟ طب عودي معانا ولا مش معانا؟ طب الأبراج قضية. طب معانا اتصال تاني، أنا آسف. معانا من معانا؟ أم مالك. وعليكم السلام. السلام عليكم يا أم مالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. نعم. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. وطي التلفزيون وكلمي على طول من التليفون عشان التواصل يا أم مالك. تفضلي، في وقت ما بين الإرسال فوطي التلفزيون خالص. نعم. تفضلي يا أم مالك. سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على حاجة. لو سمحت، أنا عندي ابن أختي جوزي عايز يطلع عمرة. هو لسه شاب صغير يعني، بس هو احنا يعني جات له فلوس كده فجأة، فاحنا ما كناش عارفين الفلوس دي منين، بس احنا يعني الفلوس دي جاية ايه، ان هو كان بيبيع مخدرات وكده، بس هو بطل الحكاية دي يعني. ايه؟ بعد كده يعني هو بطل يعني ان هو يبيع مخدرات، بس يعني بعيد عن المخدرات خالص، بس بنفس الفلوس دي جاب عربية واشتغل فيها وكده. هو فلوسه كده حرام؟ وحرام ان هو يطلع عمرة من الفلوس دي؟ يعني هو من فلوس المخدرات دي اشترى عربية، وبعد كده بقى معاه فلوس من ورا العربية وعايز يطلع عمرة. طيب انت متأكدة من اللي انت بتقوليه ولا مجرد شك وظنون يا ام مالك؟ لا، هو ده احساسنا يعني ان هو من الموضوع ده، فده حرام ولا حلال؟ طيب اسمعي جواب الشيخ. حاضر. طب نجاوب السؤال الخاص بالأبراج ثم نجيب سؤال أم مالك. قضية الأبراج هي لون من ألوان العرافة، وذلك كأن يقول مثلا برجك اليوم برج الأسد، برج مش عارف إيه، اليوم تسلم على صديق، تسلم على حد، ده حظك اليوم ده، أو الأبراج كذلك. بس في ناس ما أعرفش، لما بقعد أتكلم معاه يقول لك لا أنا حظك اليوم ده حرام الشديد. لكن الصفات المشتركة أنا هاخد بيها. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، وهو نوع من العرافة، ونوع من حديث من العرافة. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذه قضية يعني ينبغي يعني لا يمكن أبدا أن يتفق ملايين الناس في صفة على هذا المعنى، فقد يكون برجه كما يقولون العقرب ولا مش عارف ايه، ويختلف في صفاتهم. هذه امور وخلال بتحكمها الديانه ويحكمها البيئه ويحكمها غير ذلك من هذه الامور. فالقول بمثل هذا النوع رمي بغيب، والرمي بالغيب لا يجوز شرعا على الاطلاق. وانطلاقا من هذه القاعده لا ينبغي أن تمارس الدوله مثل هذا النوع من الدجل في صحافتها. يعني هناك صحف يوميه رسميه تنفق عليها الدوله من اموالها تنشر هذا النوع من الخبل وهذه النوع من الشعوذة على النوع من أنواع الثقافة وثقافة النجوم والكواكب وما إلى ذلك. الإسلام حرر من كل هذه الثقافات، وينبغي على الناس أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذا. سؤال أم مالك وسريعا عشان وقت انتهى شيخنا. أم مالك بالنسبة لسؤالها أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا،
ومن كانت نفقته من حرام كما في الحديث إذا وضع يده في رجله في الغرز. سبتقول إحنا حاسين هل الناس يأخذون بالإحساس؟ إحنا على الحكم العام لو كانت نفقته حرام لا يقبل الله عز وجل منه طاعة، لأن الله عز وجل كما في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، يقول الملك لا لبيك ولا سعتيك، نفقتك حرام وعمرتك وحجتك مردود عليك، نسأل الله العافية وعليه أن يتقلها في مرازقه وأن يتجنب الحرام، نسأل الله العافية. دكتور عامر أحمد باسل أستاذ دكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بها قبل الله منكم وتقبل الله منكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من أخي الأستاذ عمرو الجمال، بصراحة يعني جهد طيب، لغة الإشارة حاجة إضافة جميلة لقناة الندى، وأسأل الله عز وجل التيسير. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، غدا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مع أهل الذكر في الخامسة بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا